جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول أختكم أم أحمد. أم أحمد تسرد قضية في صفحة ونصف، تقول إن لديهن عادة في بلدها وهي كثرة زيارات النساء لبعضهن لأدنى مناسبة، فهن يسمين هذه الزيارة القهوة أو البدوة، وحينئذ يتزاورن حتى لا تنقطع المرأة عن الزيارات، وكثيرا ما يؤثر على هذا على غيابها عن بيتها وتربية أطفالها، بل وحتى العبادات، إذ أن بعضهن تصلي بسرعة معينة حتى تتمكن من الزيارة. وحينئذ تسألكم في هذه العادة شيخ صالح، جزاكم الله خيرا، وما هو توجيهكم؟ هذه عادة غير لائقة. الزيارة في حدود المعقول والتي لا يترتب عليها مضار ولا مفاسد بين الجارات لا بأس بها، أما إذا كثرت وتكررت وترتب عليها ضياع شؤون البيت، بل ذكرت السائلة أنه يترتب عليها حتى الإخلال بالعبادة، فهذه زيارة لا تجوز. وأيضا لا بد من إذن الزوج، فإن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. الله جل وعلا يقول لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن، من القرار وهو البقاء في البيوت، لأن هذا أحفظ للمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فجعل صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل لها من صلاتها في المسجد. فإذا كان هذا شأن العبادة والخروج لها، وأن أداء العبادة في البيت أفضل من أدائها في المسجد بالنسبة للمرأة لحاجتها إلى البقاء في البيت وحاجة البيت إليها، فإن غير العبادة من باب أولى. ولا تحرص المرأة على الخروج من بيتها إلا لما لا بد لها منه، ولا تكرر الخروج من بيتها، فإن هذا أصلح لها وأحفظ لها وأضمن لقيامها بشؤون بيتها وأضمن لأداء ما أوجب الله عليها من العبادة. وليس في كثرة الخروج إلا المضار وضياع الوقت وإضاعة المصالح الدنيوية والأخروية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إن إحدى النساء لو نصحتهن أو ابتعدت عن مشاركتهن في هذه الزيارات ينظرن إليها نظرة معينة، وربما يصفنها بالانطواء، فما هو توجيهكم لمن يقاطعهن في هذه الزيارات غير الواجبة؟ ولا بد من توجيهكم يحفظكم الله. لا يضرها ما يقال عنها إذا تأخرت عن هذه الزيارات التي لا فائدة منها، ولو قيل فيها ما قيل، فإنها على حق، ومن يتعرض لها ويتكلم فيها ليس على حق، وإنما هو ظالم ومعتد ومعتد. على كل حال، الإنسان لا ينظر إلى الناس وما يقولون، وإنما ينظر إلى الحق وإلى الصواب وإلى موافقة الأمر الشرعي. هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم.